حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عبيد الله بن ابي يزيد سمع مجاهدا سمعت عبد الرحمن بن ابي ليلى يحدث عن علي بن ابي طالب ان فاطمه عليها السلام اتت النبي صلى الله عليه وسلم تساله خادما فقال: الا اخبرك ما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند منامك ثلاثا وثلاثين، وتحمدين الله ثلاثا وثلاثين. وتكبرين الله أربعًا وثلاثين، ثم قال سفيان: إحداهن أربع وثلاثون، فما تركتها بعد، قيل: ولا ليلة صفين، قال: ولا ليلة صفين.